ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده عندنا ثلاث قصص رعب بيحكيها سواقين الشاحنات اللي هم بنقول عليهم سواقين عربيات النقل او سواقين التريلا او سواقين المقطورات وسواقين النقل دول حصلت لهم مواقف غريبه ومرعبه على الطريق وهم بيوصلوا النقلات او الشحنات بتاعتهم، القصص اللي انا هحكيها لكم النهارده دي هي قصص حصلت في امريكا وزي ما قلت لكم كل مره انا معرفش قصص الناس اللي بيحكوها دي قصص حقيقيه ولا لا، هل اصحابها كذابين ولا صادقين الله اعلم، لكن انا كل اللي عليا ان انا بحكيها لكم على لسانهم زي زي ما قالوها بالظبط، وانتم تسمعوها وتستمتعوا بيها وتقولوا رايكم تحت في التعليقات، لكن انا ما استبعدش ان القصص اللي انا هحكيها النهارده دي تكون خياليه، يعني انا متوقع بشكل كبير ان القصص دي تكون حصلت بالفعل، لان سواقين النقل او سواقين عربيات الاجره بيشوفوا كل يوم في طريقهم العجب، وهم من اكتر الناس اللي بيتعرضوا لمواقف غريبه، بحكم شغلتهم اللي بتخليهم كل يوم بيتعاملوا مع بشر كتير، وكل يوم بيروحوا بعربياتهم اماكن مختلفه، وبيمشوا كل مره في طرق مختلفه، وأو اوقات كتير الطرق دي بتكون مقطوعة وخطيرة جدا لكن ده برضو ما يمنعش ان في احتمال كبير ان القصص دي تكون خيالية على كل حال انا هحكي القصص التلاتة وانتوا تقولوا رأيكم تحت في الكومنتات لكن قبل ما احكي القصص دي بطلب منكم طلب صغير ان انتوا تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش وياريت لايك وشير للفيديوهات ويلا بينا نبدأ نحكي اول قصة منهم اول قصة بيقول صاحبها كنت بشتغل سواء على عربية نقل خلال العشر سنين اللي فاتوا وكنت بنقل عليها شحنات لشركات مختلفة ومن ثلاث سنين كنت بنقل شحنات لشركه مخازن في ولايه كانساس وفي العاده كنت بسوق عربيه من اللي بيتقال عليها نص مقطوره وكنت بستخدم النوعيه دي من العربيات ليله 16 فبراير اللي انا مش هنساها طول حياتي كان يوم الاثنين وكان يوم برد جدا وكنت في بدايه الاسبوع فكان عندي نقلات كتير متجمعه من بدايه الاسبوع والمفروض ان انا اوصلها كلها فكنت بحاول اخلص مهمتي في اليوم ده في اسرع وقت ممكن وابتديت رحلتي الساعه 3 بعد الظهر وكنت مخطط وصل لوجهتي اليوم ده من غير ما اوقف العربيه وكنت بسوق بسرعه اعلى من السرعه القانونيه بمعدل 10 كيلو في الساعه واللي كنت بعتبرها سرعه كبيره جدا بالنسبه لنوعيه الشحنه اللي انا كنت محملها وجه عليا نص الليل وانا في الطريق وكان فاضل لي ساعه واحده بس عشان اوصل للوجهه بتاعتي لكن ابتديت احس بالتعب وحسيت ان عينيا تقلت جامد ولقيتني مش قادر افتح عيني وانا سايق فكان معايا ازازه ميه في العربيه خدت منها شويه بايدي وطصيت بيها وشي وده اللي خلي خلاني اصحصح صح شويه في الطريق وبيقول صاحبنا في الوقت ده كانت عربيتي هي العربيه الوحيده اللي موجوده على الطريق، الطريق كان خالي وكان ضلمه ومش باين منه اي معالم وكل اللي انا كنت شايفه بس على الطريق هو مسافه كام متر قدام اللي هي يا دوبك مسافه الانوار بتاعه الكشافات الاماميه، اما غير كده فالباقي كله سواد. المهم بيقول وانا ماشي في الطريق فجاه لقيت شخص ظهر لي، لقيت شخص واقف في نص الطريق ولقيتني عمال بقرب منه بسرعه كبيره ومن غير تفكير ضغطت على فرامل العربيه وانا على السرعه العاليه دي لدرجه ان حسيت ان العربيه هتتقلب مني بالحموله اللي عليها لكن قدرت اسيطر على العربيه ووقفتها وقدرت اشوف الشخص اللي واقف في نص الطريق قدامي ده انا لقيته واقف في نص الطريق وملابسه كلها لونها اسود وشفت حاجه كده كانت نازله من عند رقبته تقريبا لابس وشاح او كوفيه لكن اللي لاحظته في الشخص ده ان رقبته طويله جدا استحاله يكون طول الرقبه ده بتاعت شخص عادي وبحاول ابص في وشه مش باين منه اي ملامح، ملامحه ما كانتش واضحه ففتحت الازاز بتاع الشباك اللي جنبي عشان اسأله اذا كان محتاج مساعده او محتاج توصيله لكني لقيته مشي بسرعه وجري على الناحيه الشمال من الطريق ونط وسط الاشجار اللي موجوده على الطريق واختفى فيها الاول انا كنت مستغرب شوية من تصرفه ده لكني دوست على البنزين ومشيت على طول بالعربية لان كنت مستعجل جدا ومش عايز اشغل دماغي بيه ما كانش عندي وقت ان اضيعه معاه لكن بعد ما اتحركت بالعربية بنص دقيقة رجعت افكر فيه تاني وقلبي بقى بيدق جامد لما بقيت استرجع في عقلي غرابة الموقف ده وفضلت خمس دقايق والافكار السودة عمالة تتجمع في دماغي لكني حاولت اخلي الموضوع ده بعيد عن تفكيري عشان اعرف اركز في الطريق واوصل الحمولة في الميعاد لكن بمجرد ما قطعت تفكيري في الشخص ده ورجعت لسرعتي العاليه اللي انا كنت ماشي عليها حصلت لي مفاجأه تانيه لقيت حاجه جريت بسرعه من قدامي وقطعت الطريق بالعرض لاول وهله حسيت ان اللي قطع الطريق ده بسرعه حيوان كان بيجري عشان يعدي الشارع لكن لما قربت منه وبصيت عليه قبل ما يختفي وسط الشجر اللي موجود على الطريق حسيت انه شخص تاني شبه بالظبط الشخص الاولاني اللي كان واقف لي في نص الطريق لكن المرة دي أنا ما وقفتش العربية وقلت أتحقق من اللي بيحصل ده بالعكس دوست على البنزين أكتر وزودت سرعتي لأني حسيت المرة دي بالخوف الشديد يعني معقولة أشوف شخصين والاتنين نسخة من بعض على طريق فاضي ومقطوع زي ده المهم كملت طريقي وأنا بسوق بسرعة لكن التعب والإرهاق زاد عليا جامد وكان فاضل لي 40 دقيقة بس وأوصل الوجهة بتاعتي لكني لقيتني عمالة نام على نفسي والعربية عمالة تتمرجح بي على الطريق وخفت لفقد السيطرة على العربيه واخرج بيها من على الطريق وتنقلب بيا حسيت اني مش قادر اكمل الطريق للنهايه وان من الخطر جدا ان اسوق وانا في الحاله دي عمال انام على نفسي كل شويه المهم فضلت ادور في الطريق علي اي حته امان اركن فيها على جنب واخدلي غفوه وبعد كده اكمل سكتي وبعد شويه لاحظت فتحه موجوده على جنب الطريق الارضيه بتاعتها معموله من الحصى من الفتحات اللي هي بتبقى موجوده جنب الطريق عشان لو اي عربيه عايزه تركن فيها المهم وقفت العربيه في الفتحه دي وطفيت الانوار الاماميه ورجعت بظهري على الكرسي وغمضت عيني ونمت لكن ما عداش عليا ساعه الا ولقيت نفسي صحيت تاني وانا معرفش ايه اللي خلاني اصحى رغم ان الطريق جنبي فاضي ومفيش اي عربيه بتعدي ولقيتني كده لا اراديا بولع الانوار الاماميه وأول ما ولعت الكشافات لقيته ظهر قدامي كان واقف على بعد 3 متر تقريبا من الإزاز القداماني للعربية شفته بلبسه الأسود ورقبته الطويلة مستحيل أبدا أن أغلط في شكله عمري في حياتي ما شفت شخص رقبته طويلة بالشكل ده لكن المرة دي أنا شفت ملامح وشه بشكل واضح لقيته بيبصلي وبيبتسم ليا وعيونه واسعه بشكل غريب وكان واقف في مكانه ما بيتحركش كانه عمود نور متثبت في الارض وفي اللحظه دي قلبي بدا يدق جامد اول مره قلبي يدق جامد بالشكل ده حسيت برعب شديد لكن بسرعه فقت من الصدمه اللي انا كنت فيها وبصيت على ازاز وابواب العربيه واتاكدت انهم مقفولين كويس وبسرعه جدا دورت العربيه ولفيت الطاره بتاعتها على اقصى الشمال ودست بنزين وطلعت على الطريق وجريت باقصى سرعه وانا عمال ابص على المرايه اليمين وشايفه زي ما هو ورايا واقف ما بيتحركش وبعد ما عديت منه ومشيت لقيتني باخد نفسي بصعوبه وفتحت الازاز اللي جنبي عشان اقدر اتنفس رغم ان الهواء بره كان شديد البروده لكني كنت حاسس بسخونه شديده في جسمي حسيت ان حرارتي عدت ال40 وافتكرت حاجه مهمه جدا ما كنتش واخد بالي منها اني لما شفت الشخص ده اول مره على الطريق النقطه اللي كان واقف فيها انا عديتها ب كيلو ازاي الشخص بس ده في الفتره القصيره دي قدر يمشي الستين كيلو ويقابلني هنا تاني لكن بعد كده ما وقفتش العربيه تاني في اي مكان وفضلت ماشي على سرعتي العاليه لحد ما وصلت للوجهه بتاعتي، ووقفت العربيه في الموقف بتاع عربيات النقل، ورميت جسمي جوه كابينه العربيه ونمت نوم عميق وفضلت احلم بكوابيس، لحد ما صحيت وانا مش مصدق الرعب اللي انا شفته على الطريق، وقلت يمكن كنت بهلوس من الارهاق والتعب، لكن استحاله ان الهلوسه تكون واقعيه بالشكل ده، ولما حكيت الموضوع ده لزمايلي السواقين اللي موجودين في الموقف كلهم اكدولي ان ما فيش حاجه زي دي حصلت مع حد فيهم وقالوا لي الكلام اللي انت بتحكيه ده اول مره نسمعه في حياتنا وضحكوا عليا وقالوا لي اكيد انت كنت سايق وانت سكران او شارب حاجه لكن انا في حياتي لا عمري بشرب كحول ولا بدخن سيجاره والليله دي انا مش هنساها طول حياتي والحد هنا خلصت قصتنا الاولى ويلا بينا ننقل على القصه الثانيه القصة التانية صاحبها بيقول قبل ما كنت بشتغل في وظيفة مكتبية في المدينة كنت بشتغل الاول سواء لمدة سنتين لشركة من شركات الشحن وكان المرتب بتاعها كويس جدا والشغل كان تمام وحصل لي موقف من اكتر المواقف المرعبة في حياتي كانت سنة 2010 وكنت مخلص جامعة من سنتين وكنا في نص الشتاء واول ما الساعة تيجي ستة مساء المدينة كلها بتبقى غرقانة في الضلمة كنت عايش في بلدة صغيرة في ولاية شمال كارولاي والمنطقة دي ما تعتبرش من المناطق الجيدة، وكنت بوصل الطرود في نفس البلدة لمعظم الوقت، لكن توزيع البيوت في المنطقة دي غريب شوية، كانت عبارة عن بيوت ومقطورات سكنية بعيدة عن بعضها البعض، المقطورات السكنية دي اللي احنا بنقول عليها العربية الكرفان يعني، المهم بيقول صاحبنا ده إن توزيع البيوت في المنطقة السكنية دي كان بيخلي توصيل الطرود صعب بالنسبة لي، لأنها مش زي المناطق التانية اللي البيوت فيها بتكون متنظمة ومترقمة وسهل فيها إنك توصل للعنوان اللي انت عايز تروح له لكن انا هنا التوصيلات كلها متعلمة عندي على الخريطة عشان اقدر اوصل الطرود كلها لاماكنها من غير ما افضل اتخبط بين البيوت وتبقى عملية التوصيل صعبة بالنسبة لي وبعد ما عدت ساعات وساعات من التوصيل كان فاضل معايا اخر طرد اوصله وكانت الساعة عدت ستة مساء ودخلت شارع زي الشوارع اللي انا قلت لكم عليها فيها بيوت ومقطورات سكنية متباعدة عن بعضها والناحية التانية من الشارع كان عبارة عن غاب وكان اخر بيت في الشارع ده هو اللي هودي له الطرد اللي معايا والطرد اللي معايا ده لازم الشخص اللي هيستلمه يوقع عليه ما ينفعش ان اسيبه قدام باب البيت وامشي زي بقيه الطرود التانية لازم المستلم يوقع لي بالاستلام المهم وصلت لحد العنوان المطلوب ووقفت عربيتي وطلعت الطرد من صندوق العربيه وكان الطرد تقيل جدا وانا شايله عشان اوديه لحد باب البيت سامع فيه صوت حديد عمال يخبط في بعضه المهم حطيت الطرد قدام باب البيت وجيت ادور عشان ألاقي جرس للباب... ملقتش فروحت قعدت اخبط بايديا وفضلت اخبط وانا مش سامع صوت اي حد، البيت مضلم مفيهوش اي انوار ومفيش اي عربيه راكنه قصاده، وقلت شكل كده مفيش حد في البيت ده، بس قلت اعمل اللي عليا واخبط تاني على الباب خبطه اخيره، على امل ان الاقي حد جوه يمكن صاحبه نايم جوه ومش سامعني، وبعد ما خبطت تاني لقيت ستاره من ستاير الشبابيك بتتحرك وسمعت صوت خطوات رجلين بيقرب ناحيه باب البيت، فقلت كويس كده في حد موجود وهيفتح لي، لكن فجئت ان الدنيا سكتت خالص ومحدش فتح لي الباب، فقلت يمكن الاصوات اللي انا سمعتها دي كانت مجرد تهيؤات، لكن فوجئت ان الباب اتفتح شويه صغيره، بقى الباب موارب، ومن فتحه الباب شفت وش امراه عجوزه عماله تبص وتبحلق فيا وعلى وشها علامات الفزع، فقلت لها ان في طرد جايلك ومحتاج منك توقيع بالاستلام. فراحت فتحالي الباب على اخره ولقيتها كده متضايقه لما قلت لها وقعي لي بالاستلام لكنها في الاخر خدت مني القلم ووقعت لكن التوقيع بتاعها كان شكله غريب عامل زي نكش الفراخ او خربشه القطط ولسه جايه اديلها ظهري وامشي لقيتها بتقول لي انا عايزاك تدخل الطرد ده جوه قالت لي معلش انا ست كبيره زي ما انت شايف والطرد تقيل جدا وانا مش هقدر ادخله جوه البيت انا قلت مفيش مشكله عاده احنا في المواقف اللي زي دي بندخل الطرود جوه البيت المهم قلت لها مفيش عندي اي مانع وشلت الطرد ودخلت بيه البيت واول ما عديت من عتبه الباب شميت ريحه من اجزر الروائح اللي ممكن اشمها في حياتي انا مش عارف ايه ريحه النتانه اللي جوه البيت ده كان في حاجه ماتت جواه وتحللت المهم فضلت ماشي ورا الست الكبيره وانا شايل الطرد ودخلتني وراها ممر ضيق لحد ما لقيت نفسي واقف في اخر اوضه من اوض البيت وكانت الاوضه ضلمه جدا ولقيتها بتشاور لي بايديها على دولاب في اخر الاوضه وقالت لي بعد اذنك حطلي لي الطرد جوه الدولاب ده الصراحه الاوضه ضلمه ومعتمه جدا والدولاب انا شايفه بالعافيه فقلت لها هي الاوضه دي ما فيهاش اي لمبه ممكن تولعيها عشان اعرف اشوف طريقي قالت لي للاسف اللمبه الوحيده اللي فيها اتحرقت فقلت مش مشكله ادخل شويه شويه بحرص لحد ما اوصل الطرد للمكان اللي هي عايزاه كنت بشوف بصعوبه شديده جدا قدامي وكان مصدر الضوء الوحيد اللي كان داخلي كان جاي من غرفه المعيشه وكنت بعاني معاناه شديده وانا عمالة حاس في المكان حواليا المكان مضل مضلم ضلمه شديده ومليان كراكيب وكل شويه رجلي عماله تخبط في حاجه وكنت خايف لكعب واقع بالطرد وانا شايله لكن مع الوقت عينيا ابتدت تتعود شويه شويه على الضلمه ولمحت الطرف عيني شخص واقف جوه الاوضه على حرف الدولاب اللي المفروض ان انا ادخل جواه الطرد مع ان المكان كان ضلمه بس انا متاكد اللي انا شايفه ده جسم انسان وكنت قادر اشوفه وهو عمال بيتحرك بشكل خفيف كنت متاكد ان الشخص ده بيحاول يستخبى مني والظاهر كده انه معتقد ان انا مش شايفه وفضلت الست العجوزه تشاورلي على الدولاب وتلح عليا ان انا احط الصندوق او الطرد جواه وانا بقول لها اصبري شويه والمكان ضلمه عليا انا مش شايف لكن هي المشكله الحقيقيه مش مشكله اني مش شايف مشكله الشخص الغريب اللي مستنيني عند الدولاب ده تخبي مني وليه الست العجوزه مصره انها اود الطرد عند الدولاب اللي مستخبي عنده الشخص ده وعماله تشاور لي بايديها كانها عايزاني اروح لحد عنده واقرب منه باي طريقه انا مش عارف ايه السبب بس انا اللي حسيته ان في مصيبه كبيره مستنياني في المكان ده وبمجرد ما استوعبت الموقف نزلت الطرد من ايديا وسبته في نفس المكان اللي انا كنت واقف فيه وجريت بسرعه على الباب وخرجت منه والست العجوزه عماله تزعق فيا وتشتم فيا وتهددني انها تقدم بلاغ للشركه وعايزاني ارجع تاني عشان احط لها الطرد في المكان اللي هي عايزاه، لكن ارجع تاني مين؟ انسى، انا مش عارف الست العجوزه دي والشخص الغريب اللي معاها ده كانوا بيخططوا لي ايه، بس اللي انا كنت متاكد منه اني لازم اطلع من المكان ده باسرع وقت ممكن، الناس دي اكيد ناويين لي على شر، ولو استنيت ثانيه واحده اكتر من كده هتكون فيها خطر على حياتي، وبالفعل طلعت من البيت ونطيت جوه عربيه الشغل ودورتها وطرت بيها، وتاني يوم الصبح قدمت استقالتي لشركة الشحن اللي انا شغال فيها واشتغلت في الوظيفه المكتبيه اللي انا شغال فيها حاليا ولحد كده خلصت قصتنا التانيه ويلا بينا نبدا قصتنا التالته والاخيره القصة التالتة صاحبها بيقول: أنا شغال سواق نقل من وأنا عندي 25 سنة، وبنقل بضايع للشركات والمحلات بين المدن والولايات، وفي يوم كنت متكلف بنقلة أساس من طرف كاليفورنيا عشان أوديها للطرف التاني للمدينة، ومعظم الطرق اللي أنا بمشي فيها عبارة عن خطوط ممتدة من خلال الصحراء، والطريق اللي أنا كنت همشي فيه هياخد مني وقت كذا ساعة، وأنا كنت متأخر في الطلعة بتاعتي، وكنت عارف إن معظم طريقي همشيه بالليل وبسبب طبيعة الطرق الصحراوية دي اللي بيبقى معظمها فاضي بالليل كنت ممكن ازود فيها سرعتي ومبقاش خايف لكن لما بيظهر لي من بعيد اي انوار عربية وبلاقي نفسي مقرب عليها بضطر اخفض سرعتي لحد ما اعديها وبعد كده ارجع لسرعتي العالية لحد ما شفت وانا ماشي انوار عربية كانت على بعد كام كيلو مني وبالرغم اني هديت السرعة بتاعتي لكن لقيت العربية دي بتقرب مني بسرعة لحد ما ادركت ان العربية دي اصلا واقفة على جنب بالطريق وبالفعل كانت مشغله اشارات الانتظار ولما شفت العربيه دي واقفه قلت اركن واشوف صاحبها يمكن محتاج مساعده اقدر اقدمها له خصوصا ان احنا في طريق مقطوع والدنيا ليل وصعب جدا انه هيلاقي اي حد تاني يساعده. المهم نزلت من عربيتي وقلت اشوف صاحب العربيه اللي واقفه دي لقيت شبابيكها كلها مقفوله وازازها كله متوسخ ومش عارف اشوف من خلال الازاز هل جواها حد ولا لا فخبطت على الازاز اللي عند كرسي القياده يمكن حد يرد عليا وجيت اقرب بعيني عشان ابص خلال الازاز بتاع العربيه اشوف في اي حد جواها لكن تقريبا كده مفيش حد خالص بعد كده فضلت ابص حواليا في الصحراء هو صاحب العربيه دي راح فين اكيد طالما مشغل اشاره الانتظار يبقى في مكان قريب منها بس انا ما كنتش شايف قدامي غير صحراء سودا مش شايف فيها اي بني ادمين يا دوبك بس اقدر اشوف على مسافه 20 متر لكن ما اقدرش اشوف ابعد من كده الباقي كله سواد، بس برضه ما كنتش عايز امشي واسيب صاحب العربيه دي كده ممكن يكون محتاج مساعده، فقلت ارجع عربيتي واخد منها الكشاف وانور حواليا، وكان الكشاف اللي معايا ده قوي جدا، الاضاءه بتاعته شديده، وبمجرد ما نورت الكشاف ظهر قدامي محطه بنزين او محطه وقود مهجوره، كانت تقريبا على بعد 50 متر من الطريق، والظاهر ان انا ما كنتش شايف مبنى المحطه المهجور ده بسبب الضلمه الشديده اللي في المكان، ده غير ان المحطه ارضيه ارضيتها متكسره والمبنى كله مردوم بالتراب ولاحظت ان محطه البنزين المهجوره دي فيها مبنى وتقريبا المبنى ده كان زمان شغال محل او سوبر ماركت لكن في حاجه جوايا بتقول لي ان هلاقي صاحب العربيه جوه المبنى المهجور ده معرفش ليه جالي احساس بكده المهم خدت الكشاف بتاعي ورحت ناحيه المبنى لقيت الباب الرئيسي بتاعه مقفول لكني لقيت باب جانبي خلفي كان مفتوح وبالفعل دخلت من الباب الجانبي ده وضربت الكشاف جوه المكان وزي ما توقعت المبنى طلع محل من المحلات اللي بتبقى موجوده في محطات البنزين، فقلت انادي بصوتي جوه المكان ده يمكن صاحب العربيه موجود جواه ويسمعني واديله علم ان انا جاي اساعده لو هو محتاج مني مساعده، لكني لما ناديت بصوتي سمعت صدى صوتي وهو بيرجع لي مره تانية والصراحه كان شعور مرعب جدا وانا بسمع صدى صوتي في المكان المهجور ده، لحد ما سمعت بعد كده صوت خطوات رجلين حد بيقرب عليا. سامع صوت رجلين حد بيقرب من ورا الرفوف اللي موجوده جوه المكان ولما سمعت صوت الخطوات دي قلت انادي بصوت تاني اعلى واعرض المساعده على الشخص اللي موجود في المكان لو هو محتاج اي مساعده لكن اتفاجئت بصوت قوي بيرد عليا ويقولي اطلع بره فاستغربت منه إيه المعاملة الجافة دي مفيش حاجة تستاهل إن الشخص ده يرد عليا بالشكل ده وأنا جاي أساعده وبعد كده ابتديت أسمع صوت أنفاس تقيلة وسريعة جاي من زاوية من الزوايا وحسيت كأنه صوت نفس حيوان ضخم مش صوت إنسان بيتنفس كان كل اللي بيجرى قدامي ده كان سبب كافي اني اسيب المكان وامشي بسرعه انا مش عايز اعمل اي تصرف غبي واورط نفسي مع الشخص ده او الاشخاص اللي موجودين في المكان ده ممكن يكونوا تجار مخدرات او مدمنين او مهربين الله اعلم المهم اديت ضهري للمكان ولسه راجع عشان اروح لعربيتي تاني سمعت صوت امراه بتصرخ جامد الصراحه انا وقفت مكاني شويه ومش عارف اعمل ايه ومش عارف اتصرف ازاي بس قلت لا لازم بسرعه اروح للعربيه بتاعتي وامشي من المكان ده بسرعه ما كنتش مستعد ان اعرض حياتي للخطر وبالفعل جريت على عربيتي وقفلت كل الشبابيك والابواب اللي فيه وطلعت تليفوني واتصلت على الشرطه وردوا عليا وحكيت لهم كل اللي حصل وهم طول الوقت عمالين بيسالوني على موقعي عايزين يعرفوا مكاني فين لكني ما قدرتش اقول لهم المكان فين بالتحديد وقلت لهم اني واقف قدام محطه بنز مهجوره في طريق من الطرق الصحراويه في ولايه كاليفورنيا فطلبوا مني ان افضل معاهم على الخط عشان يحددوا مكاني بشكل افضل لكن فجاه العربيه اللي كانت راكنه قدامي لقيتها دارت وطلعت بسرعه على الطريق واختفت من قدامي في غمضه عين حتى اني ما لاحظتش صاحب العربيه وهو بيفتح بابها وبيدخلها المكان كله ضلمه وانا كنت مشغول بالمكالمه اللي معايا فاستجمعت شجاعتي وقلت انزل اشوف في ايه وكل ده والشرطه معايا على الخط ومتابعين معايا كل حاجه بتحصل فروحت للباب الخلفي اللي سمعت فيه صوت خطوات الرجلين وسمعت فيه صوت النفس وترعبت جدا لما شفت قدامي على الارض بركه دم واضح جدا انها لسه جديده وبلغت الشخص اللي موجود معايا على الخط ان تقريبا كده موجود في مسرح جريمه وبعد كده لقيت عربيه الشرطه جتلي ونزل منها اتنين من رجال الشرطه وشافوا المكان وعينوه وسالوني عن اي معلومات ممكن اقدمها لهم اي حاجه تقدر تساعدهم انهم يقبضوا على المجرمين دول لكن للاسف لوحات العربيه ما قدرت تشاخدها لان الدنيا كانت ضلمة والاشخاص اصحاب العربية دول انا ما شفتش وشوشهم لكن انا حكيت للشرطة كل اللي شفته وكل اللي سمعته في الليلة السوداء دي والغريبة رغم كمية الدم اللي موجودة على الارض دي الا ان ما فيش جثة لكن منظر الدم اللي موجود على الارض بالكمية دي بيقول اكيد ان صاحبه فارق الحياة وعلى الرغم ان كنت مبسوط جدا وفرحان ان انا ما حصليش اي حاجة بس انا كنت متضايق جدا من نفسي كنت محبط جامد لاني ماقدرتش اساعد الشخص اللي اتقتل في المكان ده حتى اني ما قدرتش اخد رقم العربيه بتاعت المجرمين، واللي حصل معايا في الليله دي من الحاجات اللي عمري ما شفتها ولا حتى اظن انها ممكن تتكرر تاني في حياتي، لكني مش هنساها طول عمري، بس والحد كده القصص التلاته خلصوا، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بالرعب اللي فيه، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناه، عشان ان شاء الله على العيد نوصل للمليون ونص مشترك، ورمضان كريم عليكم واقول لكم في الاخر كل سنه وانتم طيبين اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه وقولكم مع السلامه